مبروك عليكم مبروك. ولكن جوج المليون حبة يلا غادي يبداو الصفوف الأولى، يلا جوج المليون وهيك ديال هذه الحملة الحمولة الأولى. والله الله تفكوا تفكوا. وبذلك سيتم إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الوطني الأسبوع المقبل. ها شنو لكم هذا؟ ويمكن وعليه يمكن مواطنة ومواطنين المقيمين الأجانب في البيئات المستهدفة التأكد والحصول على موعد اللقاح. سيدنا السلام عليكم. أنا دغيا أمتي ميساج لمصطفى سوينغا والمحتوى ديالو. برافو أخاي، برافو 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 برافو. قلت لك صباح، بديت بك أنت الأولاني قلت لك صباح. وشكرا لمحمد الرماش اللي وراني كيفاش ندير هذا الجونغ ديال ستوريات. ثانكس. ومركز التلقيح عبر البوابة الإلكترونية لقاح كورونا .ma أو عبر رسالة إلى الرقم 1717، صيفط SMS باش تعرفش دار، وذلك ابتداء من يوم الأحد 24 يناير. وقد توصل المغرب يوم الجمعة 22 يناير 2021 اللي هو اليوم بأولى دفعات اللقاح البريطاني أسترازينيكا الهندي الصنع أو لا صنع في جمهورية الهند، وستوصل في الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم اللي هو الصيني يوم الأربعاء 27 يناير السنة الجاية من الجمهورية الصين الشعبية. دابا عندي سؤال، هاد اللقاح واش ديال جامعة ووهان ولا بكين؟ بارطاجيو معنا النتائج الأولية ديال التجارب السريرية باش يكون داكشي رقيقي وزويون وكلشي تلقح. الله يعطيكم. كنت درت واحد جوج فيديوهات سابقا انتقدت فيها بشكل ساخر ولاذع واحد النوع نتاع المؤثرين تسموا مجانا مؤثرين، لكني اليوم خوت والله الا شكرا، والله الا شكرا. في 24 ساعة نص مليون مشاهدة الاول في الترند في المغرب، شكرا ليكيب كاملة، شكرا لكم. يا ربي يعاون هادشي، يا ربي يعاون، والله الا شكرا. يتوب أغلي وزارة الصحة ترخيص بشكل استعجالي للقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا، الشيء الذي يمكن مختبر سينوفارم السنين في الاخر من الحصول على الترخيص بشكل استعجالي ستدوم مدته 12 شهر. دابا عطيونا لي ديتاي، عطيونا لي ديتاي اكثر. مازال في المغرب عدد الأطباء تقريبا 21,000 طبيب، إلا جيتي تقسمهم على عدد السكان تطلعوا 7 أطباء لكل 10,000 نسمة. منظمة الصحة العالمية كتقول خاص يكونوا 20 طبيب لكل 10,000 نسمة مينيموم. دول قريبة لينا عندها عدد أكثر كيوصل حتى 12 لكل 10,000 نسمة. دابا باش يتحل هذا المشكل خاص زيادة على الأطباء، خاص يتوظفوا ناس أخرين، بيرسونال ميديكال، الناس ديال الممرضين إلى غير ذلك. جيتي تحسبهم خاص 100,000 شخص يتوظف باش يتحل المشكل ديال الخصائص البشرية. هاد 100,000 ثلث منهم خاصهم يكونوا طباء، يعني تقريبا 35,000 طبيب خاصهم يتوظفوا جداد، هادشي من غير الناس اللي يخرجوا التقاعد، هادو جداد والتقاعد يتعمروا عاوتاني يعني كثر. يعني خاص غير حسب العام خاص لي فاك ديال في المغرب يخرجوا لنا تقريبا 3,500 واحد كل عام يتوظفوا، صافكو لي فاك يخرجوا لنا تقريبا 2000 واحد في العام، الشيء اللي ما كافيش. وهاد 2000 واحد كتشوفوا هاد البوست بزاف منهم ما كيف ما قلت لكم كيفضلوا الهجره اولا الشوماج على انهم يخدموا. علاش؟ لانه كيقول لك ظروف العمل سيئه جدا في البلايص اللي كيرفضوا انهم يتوظفوا فيها. واحد الوقيته على حسب الفيرسون ديال الطب تيقول لك انا كنحس براسي بحال شي واحد كيتيري في الباسات، يجي عنده اي مريض ما عندوش الماطري باش يخدم، تيبدا يقول كيبدا يعمر لي ورقه خاصك تمشي للسبيطار الجهوي فلان فلاني، ولا كيبدا يصدروا للسبيطارات الكبار والوضع كيبقى سيء من سيء لاسوء، وبالتالي ما كيفضلش انسانيا بالنسبه لي انه يخدم على انه يخدم في النار. ولكن دابا كنشوفوا بلي عندنا مشكل كبير في الخصائص، مثل غير التبرع دابا بالدم، العمليه ديال الدم راه الناس ماشي ما بغاوش يتبرعوا، راه بزاف الناس باغيين يتبرعوا، ولكن البيرسونيل تتلقاه قليل باش يسربي الناس، يخدموا مثلا السبت والحد باش يخرجوا القوافل، فكتلقى ازمه كبيره بحال الناس دابا ما لقاش الدم، الناس كيموتوا فعلا. الوضع ما والله ما عرفتش كيفاش غادي نحل، شنو الحل. والله الا كنا كنتسناو الماتش ديال ابو زعيتر بفارغ الصبر غدا، ولكن باناوه ليو اف سي مابقاش مازال غادي يلعب فيها. علاش؟ لانه الماتش اللي كان ملعوب غادي يكون في جزيره ديال القتال كاينه في الامارات، هذيك الجزيره ما كيدخلوا ليها غير ناس محددين مقاتلين.
دا شي حوايج لابو زعيتر في لوطيل وشدوه البوليس وما ما تبعوه البوليس وما ما شدوش وداروا الكاميرا وشافوا بلي ابو زعيتر ليكيب ديالو عطاوه داك البراسلي باش يدخل وهدد حياه هاد المسابقه كامله ديال السبت لانه ريسك شي واحد دخل لهم كورونا وباناوه. وكان غادي مزيان عنده 13 ماتش بلا ما يخسر والكاوات بلان ما والو دار في الحقيقه للاسف للاسف غلط سوقت الماتش غدا راه الماتش اليوم باش عرفوا السيمانه غير كدوز عندي اليوم ماتش مشطشط غادي يكون كوري وهذا كونور فرقع 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 غادي نسهر لي وغادي نتفرج لانه خيالي هذا الماتش. تسمى الفلاش لايت عندك تيقني في لحظه غادي يدور وجهه غادي يبانوا لي ابناء علي اون بلان كونسونطراسيون كيقولوا بعصا الحشيش لا بعصا الحشيش لا كمل طريقه في حضر انتهى ما خصوش يدير العس غادي تبان ليه صام ولكن شي حاجه ما هيش غادي واحد بارطاجا معايا هاد البلان ديال شي جمعيه بغات تعاون الناس اللي في الجبال دير لهم حوايج دات لهم حوايج خدام والناس رفضوا هاد الحوايج ببساطه لانهم تيكونوا حوايج مكرفسين وهذا الشيء راجع للثقافه ديالنا حنا المغاربه في هاد البلان ديال الحوايج خدام. للاسف ثقافتنا حنا ما كعندناش انك تعطي حوايج قدام تيكون بياسه مازال نقيه لبستيها شويه وتبرعت بها مازال نقيه غالبيه الناس اللي كيتبرعوا بحوايج قدام تيكون داكشي مكرفس مكرفس ديال بصح. انا كنت شحال هذه قبل نسافر مع جمعيه عطاء كنت نتواصل مع السيد بغا يدير هذه العمليه ديال حوايج قدام وتواصلت مع جلال وقلتها ليه قال لي راه حنا كنا كنديروا هذه القديمه ما بقيناش كنديروها لهذا السبب لانه غالبيه الحوايج قدام اللي كيوصلوا هنا كنبقاو نفرزوا فيهم 90% كيكونوا الغير صالحين مكرفس فهذا ديسيداو هما بداو يعطيو حوايج جداد وهادشي اللي وقع فاش كنت انا في بوي بلاد راه كانوا فاش كانوا كيبغيو يفرقوا حوايج كيجبدوا من الطوموبيل حوايج جداد بالتيكيته ديالهم من عند المعمل واعتقد الطريقه احسن اللي كتضمن كرامه دوك الناس وكتبرع بشي حاجه عندها قيمه زعما احسن من اعتقد حوايج قدام. والله الا برافو عليك اخي نساري تبارك الله ما نقوسوا عليك هداف ديال لا ليغا تبارك الله اللهم بارك قدام ميسي سواريز تيقولوا بغا تشريه ويست هام ما كرهتش نشوفو بريمير ليغ بريمير ليغ هو الفراجه لا ليغا عيانه بريمير ليغ